الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته جزاكم الله خير أن يجمعنا في الآخرة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سيرة حبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نأخذ منها الدروس والعبر والعظات التي تصلح دنيانا وأخرانا بإذن الله تبارك وتعالى. توقفنا في اللقاء السابق عند إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عنها بما حدث له. النبي صلى الله عليه وسلم رجع يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وقال: يا خديجة إني خشيت على نفسي. زملوني زملوني، المزمل هو الذي يتلفف بثيابه، الملتف بثيابه أو بلحافه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغطى بلحافه حتى يسكن ويهدأ قلبه. وهتأتي معنا أيضا المدثر، والمدثر والمزمل كلاهما بنفس المعنى، أي المتلفف بلحافه، إلا أن هناك يعني فائدة يسيرة في الفرق بين المزمل والمدثر، ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، فماذا صنعت خديجة؟ خديجة امرأة بلغت الكمال في العقل، وهي من النساء اللائي كملنا، أي كملت عقولهن وكملت أخلاقهن جزاكم الله خيرا يا حبيبي. ولذلك تعاملت مع هذا الموقف المهيب وهذا الحدث العظيم بهذه الحكمة وبهذا الرأي السديد. بداية ماذا صنعت؟ أولا دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حل به من خوف وفزع، أزالت عنه ذلك كله بشيء يسير. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. دي البداية، ترفع عنه الايه؟ الهم والحزن والخوف، وتقول له ما تخافش والله، وتقسم على ذلك والله لن يخزيك الله أبدا. وكيف عرفت خديجة أن الله لن يخزيه أبدا؟ وكيف تقسم على ذلك؟ خلي بالك يا لا تعلم الغيب، وإنما تقسم على غلبة ظنها، والقسم على غلبة الظن جائز، القسم على غلبة الظن جائز. وهذه مسألة فقهية، احنا قلنا بنقف على ايه؟ على كل مسألة، مسألة فقهية. يعني ممكن انسان يقول لك ايه؟ معاك فكة؟ تقول له والله ما معايا. انت هذا الذي يغلب على ظنك ان انت ما معاكش، بعد ما الراجل يمشي تحط ايدك في جيبك تلاقي فكة، طب تعمل ايه؟ تكفر عن يمينك ام ماذا تصنع؟ ليس عليك شيء. لماذا ليس عليك شيء؟ لأنك حلفت على غلبة ظنك، قلت والله فلان اللي جاي، ولما قرب لقيته مش هو، ليس عليك شيء. والدليل على ذلك أن الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال: والله يا رسول الله ما أملك إلا رقبتي هذه، أنا لا أكل، لا أملك إلا رقبتي هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل حدث معي ذلك إلا في الصيام؟ إذا كان أنا ما أقدرش أصوم، ده اللي حصل معي بسبب إيه؟ أني ما مش متحمل. طيب، قال: اطعم 60 مسكين. قال، هو ده بقى الشاهد، بقى هذا هو الشاهد. قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. طب هو عارف منين بقى؟ هو قاعد يلف على كل بيت في المدينة يشوف مين أفقر منه. هو الرجل من القحط اللي هو فيه والضنك اللي هو فيه ظن إن مفيش حد أفقر منه، ولذلك حلف على غلبة ظنه. فالحلف على غلبة الظن جائز. فخديجة رضي الله عنها حلفت على غلب ظنها، على غلبة ظنها أن النبي لن يخزى. لماذا لن يخزى؟ هي عللت ذلك. شاف الفطنة والذكاء،
امرأة تتكلم بفطرة سليمة وعقل مستقيم، تقولش أي كلام وخلاص، لا. قالت: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب تكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق. تقول أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنت متصف بهذه الصفات التي إذا جبل الله رجلا عليها أو ركب الله إنسانا بهذه الأخلاق وبهذه الصفات لا يمكن أن يخزى أو يضر. ولذلك الإنسان الذي ركبه الله تبارك وتعالى بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة وكان على مكارم الأخلاق فأحسن إلى الناس ولم يؤذي أحدا، اعلم أن مثل هذا لن يضره الله، لن يضره الله تبارك وتعالى ولن يؤذيه. وأما لأن مثل هذا لا يخزى ولا يخذل، أما الذي يخزى ويخذل هو الذي ركبه الله تبارك وتعالى على مساوئ الأخلاق. الإنسان اللي عنده جبروت ومتكبر يؤذي الناس، هذا هو الذي يخزى، مثل هذا الذي يخزى. لكن هي تقول: يا محمد مثلك لا يخزى، وهذا بفطرتها السليمة وعقلها الكامل، ومن ثم استحقت رضي الله عنها أن يأتيها السلام من الله لها. جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام. أنت متخيل هذا الشأن العظيم ده؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو قال لك فلان العالم الكبير ولا فلان الوزير ولا الملك بيسلم عليك، شوف أنت هتبقى عامل إزاي. طب لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك، شوف أنت هتبقى فرحان، ده أنت هتطير من الفرح، أطير من الفرح. طب كيف إذا كان رب العالمين هو الذي يسلم عليك؟ مقام عظيم جدا. ولذلك خديجة رضي الله عنها بفطنتها وذكائها وعلمها لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قال لها ذلك إن الله يقرئك السلام، لم تقل على الله السلام، وإنما قالت: الله هو السلام وعلى جبريل السلام. شايف الفطنة؟ فهذا مقام عظيم. إنك لتصل الرحم، يود أهله ويكرم أهله ويكرم أرحامه، وتقري الضيف، يعني كان رجلا كريما صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أكرم الناس، أكرم الناس، كان يكرم الناس، وكان يكسب المعدوم أو يكسب المعدوم. يكسب المعدوم يعني كان رجلا زكيا فطنا يتاجر ويكسب، لا يمد يديه لأحد صلى الله عليه وسلم. أو يكسب المعدوم يعني يعطي المعدوم، ينفق على الفقير المحتاج المعدوم الذي لا يملك شيئا، ينفق عليه. ويعين على نوائب الدهر، أي يقف مع الناس في جوائحهم ومصائبهم، ما فيش حاجة تعدي عليه كده. واحد محتاج مساعدة يقف جنبه، واحد مظلوم يقف معاه لغاية لما يجيب له حقه، وهكذا. فمثل هذا لا يخزى. لكن لم تكتفي بهذا، فماذا صنعت خديجة رضي الله عنها؟ ذهبت إلى ابن عمها، إلى ورقة ابن نوفل. ورقة كان رجلا نصرانيا، كان شيخا، كان شيخا كبيرا نصرانيا، يكتب الإنجيل من العبرانية إلى العربية، يعني كان يفهم العبرانية والعربية ويترجم، وكان على الشريعة الصحيحة لعيسى عليه السلام، يعني لم يكن من الذين حرفوا دين عيسى عليه السلام. فلما أخبرته بهذا الخبر قال: هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى. هي أخبرته، ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة. شوف بقى الجمال في الكلام، البلاغة في الكلام.
قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي ورقة؟ لا، ليس ابن أخاه. أمال هي بتقول له كده ليه؟ بتقول له كده ليه؟ حتى ترقق قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح أذنه ومسامعه لكلام رسول الله. شاف التوطئة، شاف بتوطئ الكلام، تمهيد للكلام. هتشوف انت لما تيجي واحد محتاج من حد حاجة، محتاج حد يسلفك، ولا واحد فقير رايح لواحد غني، يروح يقول له ايه؟ يا اخي انت طول عمرك ابن الاكارم، وابوك طول عمره كريم، وانت من عيلة كرماء. فهو على طول يفهم، يفهم ان انت محتاج منه حاجة. ولذلك قال القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك فإن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا يقوله لبشر والله هو أولى بذلك. يعني إيه؟ يعني يكفيك أن تثني على الله تبارك وتعالى فيعلم الله حاجتك، ثناء على الله. فأنت إذا ذهبت إلى كريم دون أن تطلب منه، بمجرد أن تثني عليه وتمدحه يعلم هذا الكريم أنك تحتاج إليه. فهي بتوطأ للكلام، بتقول له اسمع من ابن أخيك. طيب لما يكون هو ابن أخويا يبقى لازم أهتم به واستمع إليه والكلام ده. فكان بالتالي رد ورقة إيه؟ قال ماذا ترى يا ابن أخي؟ لم يقل له ماذا ترى يا محمد، خلاص بقى ايه في قرابه، في موده. قال ماذا ترى يا ابن اخي؟ فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما راى، فقال ان كنت ما تقول حقا، ان كان ما تقول حقا فان هذا هو الناموس الاكبر الذي نزل على موسى. شوف بقى انا هديك فايده النهارده، حته كده سريعه كده تساوي مليون جنيه، ممكن تبقى اكتر كمان. هو ورقة كان على ملة من؟ عيسى، مش على موسى، صح؟ طيب أولا الناموس، ما هو الناموس؟ الناموس المقصود به الوحي، والناموس في اللغة هو صاحب سر الخير، يعني الذي يأتيك بسر فيه خير. وقالوا الذي يأتيك بسر فيه شر يسمى جاسوسا. عندنا الناموس والجاسوس، الناموس الذي يأتيك بخير والجاسوس الذي يأتيك بشر. شوف بقى المعلومة اللي بمليون جنيه بقى اللي بقول لك عليها دي، ممكن تبقى عند بعضكم أكتر كمان. ورقة قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، لماذا لم يقل الذي نزل على عيسى؟ مع أن المفروض الأسرع على ذهني عيسى وليس موسى، لأنه على ملة عيسى وكان يترجم الإنجيل، فبالتالي يقول هذا الناموس الذي نزل على عيسى. طيب إن شاء الله لما نمشي برضو قدام كده شوية خالص هتجد إن في الحبشة ملك الحبشة النجاشي لما وقف أمامه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا في الحبشة وكلموه وتلوا عليه القرآن، ماذا قال؟ قال إن هذا، بعدما بكى وتأثر قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. برضو قال إيه؟ موسى، ما قالش عيسى مع إنه على ملة عيسى. طيب ليه بقى الموسى؟ أقول لك بقى المعلومة الجميلة دي، لأن موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، بل إن موسى هو أعظم نبي على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأعظم أمة تدخل الجنة بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة موسى عليه السلام. وكتاب موسى، دي بقى مهمة أوي، كتاب موسى هو الأصل الذي كان يحكم به سائر النبيين من بعد موسى إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة ناسخة لكل شريعة وبكتاب مهيمن على كل الكتب.
يبقى عشان كده قال ايه؟ موسى. ولذلك عيسى نفسه، عيسى عليه السلام قال ايه؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن عيسى عليه السلام جاء مكملا لشريعة موسى. عيسى كان يحكم بشريعة موسى ويحكم بكتاب موسى، وأنزل الله عليه الإنجيل ليخفف عن بني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم. يبقى الأصل كان مين؟ موسى عليه السلام. ولذلك قال الذي جاء به موسى. قلنا الناموس هو الوحي، والوحي له مراتب. كم مرتبة للوحي؟ سبعة مراتب أو سبع مراتب، والبعض زاد مرتبة أخرى سأذكرها لكم إن شاء الله. أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة. قلنا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي إيه؟ الرؤية الصالحة. كان لا يرى الرؤية تأتي مثل فلق الصبح. المرتبة الثانية النفث في الروع. يعني إيه النفث في الروع؟ يعني يلهمه الله تبارك وتعالى في قلبه وفي صدره ما يريد الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعصيته. شايف الكلام؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله جبريل عليه السلام نفث في روعه، يعني أوحى في صدره أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني ما تخافش، ما تخافش، إذا كان لك رزق عند الله سيأتيك رزقك لا محالة، ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. إذا قدر الله تبارك وتعالى لك شيء فسيأتيك لا محالة. لو فضلك في هذه الدنيا شربة ماء، شربة ماء لن تموت حتى تأخذها. أحد المشايخ كان يحكي عن رجل، هذا الرجل لما مات كفنه أولاده وهم يعني في إجراءات دفنه، وكان هو في البيت. هذا الرجل أفاق مرة واحدة كده أنفايق، فطبعا إخواته أولاده تعجبوا إزاي إيه اللي حصل، قال لهم يا أولادي الكذا كذا، شتمهم، أنتوا موتوني بالحياة أنا لسه عايش، هم ظنوا أنه مات أنا لسه عايش، هاتولي شربة عايز أشرب مية عطشان. أتوا له بالماء شرب شربة واحدة ثم مات. سبحان الله، رزقه لابد أن يأخذ رزقه لابد. أحد الأطباء رحمه الله رحمة واسعة وكان صديقا لي، كان طبيب كبير يعني من كبار أطباء مصر. المهم هذا الطبيب رحمه الله رحمة واسعة بيحكي لي في مرة كان داخل في المكان والمشرحة ده، والمفترض ان في واحد ميت هيشرحوه الكلام ده عشان يشوفوا بقى سبب الوفاة والحاجات دي وكده. بقول لي انا مريت من 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 جواره وجدت ان الدم بيسيل من هذا الرجل. قال سبحان الله، الله تبارك وتعالى ألهمني أن هذا الرجل ربما يكون حيا، ممكن يكون عايش. فراح أحد يحاول يسمع في النبض، مش سامع، بس هو حاسس أن فيه نبض لكن النبض ضعيف جدا. فسبحان الله راح جاب حقنة كده بتاعت أنسولين أو حاجة زي كده واداها للراجل، الراجل قام قايم سبحان الله، فوجد أن الرجل كان حيا. هو جات له غيبوبة السكر فظنوا أنه مات، فخلاص هذا الرجل له حياة. وهكذا، ولذلك لو أنك فررت من رزقك كما تفر من أجلك لأدركك رزقك كما يدركك أجلك، سيأتيك لا محالة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كانت له مراتب في الوحي. يبقى قلنا أول حاجة الرؤية الصالحة، المرتبة الثانية ينفث في روعه، المرتبة الثالثة أن يأتيه الملك في صورة رجل. وهذه المرتبة كان بعض الناس يراها،
لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. الصحابة رأوه بأعينهم، شافوا أن ده راجل قاعد، حتى أن عمر رضي الله عنه في أول الكلام برضو قال دباجة كده مهمة في أول الكلام، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا. طب ليه سيدنا عمر بدأ بالكلام ده؟ علشان يبين لك إن في معجزة هتحصل لما هذا الرجل شديد بياض الثياب، يعني عارف جاي بقميص أبيض ناصع، شديد سواد الشعر يعني شعره ما فيهوش ذر التراب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني مش جاي، لو هو جاي مسافر زمان طبعا ما فيش طيارات ولا سيارات ولا كلام ده، فأي حد يسافر لابد أن يغبر برمال الصحراء، لازم هيبان عليه إن ده جاي من سفر. طب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، ده دي حاجة تانية. الراجل ده لو مش مسافر يبقى المفترض يبقى منين؟ من أهل المدينة. لما يكون ما فيش حد من اللي جالسين كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عارفه، يبقى الراجل ده مش من أهل المدينة، يبقى جه منين؟ لا جاي من سفر ولا هو من أهل المدينة، يبقى ده نزل من السماء بقى، جه منين ده؟ ولذلك سيدنا عمر تعجب من حاله، وفي آخر الأمر اكتشفوا أنه جبريل عليه السلام. وكان جبريل أحيانا يتمثل في صورة دحية الكلبية رضي الله عنه، دحية كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الجمال، فكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية. أنا عايزكم تحفظوا الحاجات دي عشان لو جيت سألت بعد كده هد جوائز، اللي مش هيعرف بقى هو اللي خسران. يبقى لو جيت قلت من الذي كان يتمثل فيه جبريل عليه السلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مين؟ دحية الكلبية رضي الله عنه. طيب بعد كده أن يسمع صوتا كصلصلة الجرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشده علي، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يأتي الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ما شوف ربنا قال إن إيه سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الوحي على هذه الصورة لا تستطيع ناقته أن تتحرك به، يعني لو هو جالس على الناقة الناقة لا تتحرك. ومرة جاءه الوحي على هذه الحال وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال فكادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد فخذي، يعني هتكسر له رجله. فهذه أشد حالة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يسمع صوت كصلصلة الجرس، يعني صوت قوي جدا، أنت عارف صلصلة الجرس قرع الحديد على الحديد، فيسمع صوت شديد كأني حديد يطرق في أذنه صلى الله عليه وسلم. فحينما يفصم عنه الملك يعي صلى الله عليه وسلم ما قاله الملك. طيب في كمان مرتبة، أن يرى الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، يعني يرى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها. وجبريل عليه السلام له 600 جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، وهذه الحالة أو هذه الهيئة لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا مرتين فقط، هم مرتين فقط. ودلالة ذلك في القرآن، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يبقى هو شافه مرة والمرة الثانية شافه فين؟ عند سدرة المنتهى. وده برضو يبين لك ضعف الحديث اللي إيه اللي قال لك إذا أنت عبرت اخترقت وأنا إذا عبرت احترقت، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن ربنا بيقوله هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد فوق السماوات إيه آخر مكان وصله النبي؟ سدرة المنتهى. طيب رب العالمين بيقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل عند سدرة المنتهى، يبقى إزاي بقى قال له لو أنت عبرت اخترقت وأنا لو عبرت احترقت؟ ما هو رآه عند سدرة المنتهى. يبقى يرى جبريل، سنذكر إن شاء الله المرة الأولى بعد إيه فتور الوحي ستأتي معنا إن شاء الله، والمرة الثانية في رحلة المعراج. طيب إحنا كده قلنا كام حاجة، أدي الرؤية الصالحة وقلنا النفس في الروع
وقلنا يأتيه في صورة رجل في صلصلة الجرس يرى الملك على صورته التي خلقه الله عليها، أن يوحي الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماوات كما حدث معه في رحلة المعراج. فالله تبارك وتعالى أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو فوق سبع سماوات. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ودي إن شاء الله تأتي بالتفصيل معنا، وصل إلى درجة يسمع فيها صريف الأقلام، يعني سمع صوت الأقلام التي تكتب أقدار العباد. السابعة، المرتبة السابعة، أن يكلم الله نبيه دون واسطة، مفيش واسطة، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى، وكلم الله موسى تكليما. فالله تبارك وتعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم كما في رحلة المعراج دون واسطة من وحي أو غيره، إنما كلمه كلاما مباشرا. في بقى المرتبة الثامنة، ودي مختلف فيها بين أهل العلم، المرتبة الثامنة قالوا أن يكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون واسطة ودون حجاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله تبارك وتعالى بعينيه. وهذه اختلف فيها بين أهل العلم، من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى بعينه في رحلة المعراج، ومن العلماء من قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في رحلة المعراج، وإنما رآه بقلبه، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما في رحلة المعراج فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بدلالة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نور أنا أراه. قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني رأيت نورا. والنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب الذي بين الله وبين خلقه، حجابه النور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من جمال الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده نورا، لو أزال الله هذا النور لاحترق كل من على وجه الأرض. فهذه مراتب الوحي. ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني يا ليتني شابا فتيا قويا، يعني يا ريتني كنت في شبابي. إذ يخرجك قومك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ طب أنا عملت لهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، هو طوال حياتي يحسن إليهم وهم يلقبوه بالأمين، فلماذا يخرجوه؟ قال ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هو بيقول له دي سنة ربنا في خلقه، هذه سنة الله في خلقه، إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم لابد أن يعادوك. أنت تأتيهم بدين يخالف الشهوات ويخالف الأهواء ويخالف عبادة الأصنام ويخالف ما كان عليه آباؤهم، فلازم يحاربوك ولابد أن يعادوك. قال ولو كنت حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال له لو أنا كنت موجود وحي حينما يبعثك الله تبارك وتعالى سأنصرك نصرا مؤزرا، أي سأدافع عنك وأؤمن بك. ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتر الوحي يعني ظل مدة لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فتور الوحي وشوق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي حدثت المفاجأة التي ما كان يتوقعها النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز بقى تعرف المفاجأة دي لما تجي المرة الجاية إن شاء الله نكمل ما قبلناه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا بركة وسلامة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان،
اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم وثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فاطعمهم، جرحى فداوهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن عاونهم، اللهم احصم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم انزل عليهم الاسقام والاوجاع والاوبئه التي لا دواء لها يا رب العالمين، اللهم املا قلوبهم فزعا وخوفا ورعبا، اللهم املا قلوبهم فزعا وخوفا ورعبا، اللهم يا مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.